بالطبع العوامل الجيوسياسية هي من تتحكم بشكل أكبر في أداء الأسواق المالية. نرى التراجعات ما زالت موجودة، ليست فقط على شاشاتنا أو شاشات التداول في الأسواق المحلية، ولكن إقليميا وعالميا أيضا كل الأسواق تعاني. العوامل الجيوسياسية هي تأثيرها الأكبر، لكن على الجانب الآخر والجانب المضيء نرى نتائج فوق الممتازة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، الارتفاع ب 58% لأدائه خلال التسعة أشهر الأولى هو المخرج وبداية المخرج من هذه الأزمة في الأسواق. هي النتائج المالية نعول عليها كثيرا لتكون هي التي العامل الذي يقود الأسواق في الفترة المقبلة في ظل الأوضاع التي تؤثر بشكل أو بآخر على أسواقنا بشكل واضح. المؤشرات فقدت الكثير، نزيف النقاط مستمر في الأسواق سواء عالميا محليا إقليميا، لازلنا نعاني، لكن بشائر النتائج بهذا الشكل والأرباح التشغيلية خصوصا لبنك أبوظبي الأول خلال التسعة أشهر يتفق مع التوقعات بأن نتائج القطاع المصرفي والقطاع العقاري سيكونان خلال هذا العام أفضل كثيرا من أداء 2022. لذلك نحن نعول عليها في الفترة المقبلة أن تكون هي المنقذ الرئيسي للأسواق المالية.